دائما بنسمع من مشايخنا ونحن صغار انه يدعو هاي الدعوة الجميلة: اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. يا جماعة، شوية تلويح بإزالة نعمة استقرار الأرض. هلا استقرار الأرض، نعمة استقرار الأرض هي الأكثر، هي الأغلب، هي الأطول، هي الأدوم، الحمد لله يا رب. لكن شوية تلويح انه يا جماعة هاي الأرض ترى اللي جعل مستقرة هو الله، واللي قادر يزلزلها هو الله. يا جماعة، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ يا جماعة، خلينا نرجع إلى الله ونشكر رب العالمين على فضله، على نعمه، على نعمة الاستقرار في الأرض. يا الله يا رب، لك الحمد أنك أنت وهبتنا هذه النعم. نحن ليش عم نشكر رب العالمين على نعمة استقرار الأرض؟ عم نشكر نعمة رب العالمين اللي حفظنا من كثير من الشرور. لكن وقت بتجي هاي الهزة ذكرتنا انه والله في نعمة يا جماعة ما كنا منتبهين لها. نحن اليوم في عشرات ومئات وملايين النعم، ترى اذا تلوح لنا فيها يا لطيف. واحد من الاخوة بس هيك صار معه مرض بسيط بحلقه، بطل يحكي. وقت الحكى قال: يا جماعة والله نعم الله كبير كتير، وشوف البصر وشوف السمع وشوف المشي وشوف نعم رب العالمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. هذا بيكون بصير وبيكون عاقل اللي عم ينتبه الى نعم الله وهي دائمة. اما ترى غير العاقل اللي ما بينتبه لنعمة الله الا اذا لوح اليه بزوالها. نسألك اللهم ان تجعلنا من الشاكرين الحامدين الخاضعين لعظمتك في كل حين يا رب العالمين.